فرحنا بزاف حيت شحال توحشنا صلاة الجمعة، شحال حنايا كنتناو تفتح قهاوي تفتحوا مدارس تفتحوا الحمد لله ماشي الامور مزيانة، علاش ما تفتحش حتى صلاة الجمعة؟ فرحانين بزاف حنا متشوقين ديك الخطبة وكذا، باش ديك الخطبة دفخي كتزيد تقوي فينا الإيمان، الحمد لله كنتمناو تفتح أقرب وقت. سمعنا الجمعة اللي ما جات بدا الجمعة الأولانية والحمد لله. كنوجد رسالة للمواطنين المغاربة أنهم عيد شدة الجامع كل شيء كيدار على الصلاة كل شيء هادي وكذا، بما أن الجوامع تفتحوا كل شيء يمشي يصلي، حتى اللي ما كيصليش يحاول يرجع يطرق الله ويبقى يصلي وكذا، لأن شفنا بزاف ديال الحاجات عيد الجوامع تشدوا كل شيء كيدار على الصلاة حتى اللي ما كيصليش يعني بحال جبروها سبة، فهمت؟ دابا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى كل شيء يرجع الثقة بالله وكذا، والله يهدينا كاملين. إنسان كمال لله إنسان ضعيف. الحمد لله ملي تحلوا المساجد ونوليو نصلي بعدا على الأقل ندخلوا للمساجد، والإنسان خصو يلتزم شي شوية التباعد الاجتماعي، ونتمنى من عند الله الخير. وبطبيعة الحال فرحانين بزاف مادام حنا مغاربة ومسلمين، راه فرحانين بزاف الحمد لله. الحمد لله هذا كرم من عند الله، ونتمنى من عند الله يرفع معنا عنا هذا الوباء بعدا، والانسان يلتزم شي شويه ويحترم شويه التباعد الاجتماعي، ونتمنى من عند الله الخير. احسن حاجه ولدي، كاين شي حاجه احسن من القرار ديال نتوجهوا لله وندخلوا لبيت الله ونتخشعوا فيه؟ احسن من اي حاجه في الدنيا، هذيك هي اللي غادي نلقاو في اخرتنا ولدي. اما ما يتسد ماشي معقول، واخا تكون كاع الحر في البلاد ولا اي حاجه تكون في البلاد، هذاك البلاصه ما خصهاش تسد، لحقاش هي كيلتجئ ليها الانسان مي كيكون مهموم ولا مغموم، يمشي يصلي ويقول راني قد بين يدين سيدي ربي نشكي له همي ونشكي له. اي بلاصه ما تجيك شايف في هذاك الجامع حتى قد هكا. واش غنقول لك اخي، قرار هذا مزيان كنا كنتسناوه بشحال هادي، حيت ما عندها حتى معنى كلشي مفتوح كلشي مهاديك وتعطلوا مساجد وهاد. شفنا دول اخرين من غير الدول الاسلاميه ديالنا فتحوا مساجد قبل منا، فلهذا كان خصها هادشي يكون شحال هادي ماشي عاد. والحمد لله هذه واحد الكرامة الله تعالى بركه، كنا زعما محرومين اسيدي، يعني لا شدوا الباب لا شدوا الجوامع، الانسان ما عنده فين يرتاح، واخا يصلي في الدار ما غيرتاحش، تفهمنا ولا ما حق ملي كيمشي للجامع كيكون مهموم ولا يعني كيشوف راسو واحد فهمتني متعمق يمشي يصلي ويقرا القران ويتسنص الدروس كيتفاد، يعني كيجبر الراحه ديالو كيجبر الراحه، حق ملي هما مجدودين لا شويش كتجي ناقصه شويه فهمتني، يعني والو الانسان ما وخدش راحته، واخا تصلي على برا ولا في الدار بيد الله وبيد الله. عاد الجمعه دابا 8 اشهر او لا سيدي دابا 8 اشهر، ودابا الحمد لله هذه واحد القرار زعما عطاهم الله الصحه، زعما القرار اللي عملوا زعما مزيانه، وعاد دخل المولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هذه عاود مزيانه، وكثريه الجمعه دابا الصلوات الخمسه يعني هم كيصليها بعد الجوامع، بحق هذه الجمعه هذه واحد الشيء كبير، حتى بدينا كنساو الجمعه باش هيدار مش حتى بدينا كنساو الجمعه. الحمد لله زعما تسقلت هذه الوزاره ما عندي ما نقول، عطاهم الله الصحه والله يعاونهم والله ينصرهم، وحنا مشبتنا فهمتني بالدين ديالنا والاسلام ديالنا والطريقه الله تعالى، وكان غيره للاسلام كان غيره على الدين ديالنا، وكان اي حاجه يعني هذيك بويس الله شي حاجه اخرى نقدر ما نهضرش عليها مثال نقدر واخا انسان نقول الدنيا هي هذيك حق بويس الله، لا صلاه الفجر صلاه الجمعه صلاه الظهر العصر الحمد لله، هذا واحد التقرير يعني شكرا لله الحمد لله. أيوة والله الله يجزيهم بخير زعما مزيانه من المسلمين كاملين أمة سيدنا محمد كامل في مشارق ومغارب في ما كاين شي بيوت الله تعالى بارك وحلوهم، هذه واحد الكرامة الله تعالى بارك مزيانه شي معقوله الله يا خي. قلنا كنتسناو هذا القرار فرحانين به، ان شاء الله اللي تلقوه يتبعوا الصلاه ديالهم والمعقول ديالهم، هذا الشيء اللي كاين. الهلاي خطئ لينا الجوامع ولدي، والهلاي خطئ لينا دين الاسلام، وحنا نفتخروا بهذا الدين لحقاش فيه بزاف ديال الحوايج، قرا غير القران ولدي وتلقى الحل اي مشكل ديالك. حسب لك الجامعه ولدي تسد حرام، ما خصش هذا الشيء يكون ولدي، يتسد اي حاجه تسد الا الجامع. الجامع راني قلتها لك سبق وقلتها لك، واخا تكون الحرب الناس ملي كتبغي تمشي باش تطمن قلبها فين كتلتجأ؟ كتلتجأ لبيت الله للجامع، كنتخباو فيه تما حمايه عندنا ديال الله سبحانه وتعالى تيحمينا، وهذا الشيء اللي غادي يمكن لي نقول لك ولدي. وتبارك الله عليكم، وتنفرح منين الشباب هكا كيهتموا بهذه المواضيع وخصوصا ديال الدين وديال الجوامع وديال الاسلام،
ربي كيقول لنا بالله باقا في الدنيا كاين الخير. شكرا لكم اولدي، الله يحفظكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.